بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي رئيس الجمعية العامة المتحدة، معالي الأمين العام المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بخاص التهاني لمعالي السيد فوركان وزكير لانتخاب رئيسا الدور الخامس والسبعين للجمعية العامة المتحدة، متمنيا له النجاح في أداء مهامه. كما تقدم بالشكر الجزيل لسلف الدكتور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة السابقة، فيما بذله من جهود كبيرة، ولا يفوتني الإشادة في هذا الإطار بالعمل المميز الذي يقوم به مع الأمين العام المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لرفع كفاءة عمل المؤسسات المتحدة ما يحقق أهدافها ومقاصد ميثاقها. سيد الرئيس، حضور الكرام، أتحدث إليكم اليوم من أرض الرسالة من بطن وحي قوة المسلمين، موجها إليكم رسالة أسند فيها على تعيين دين الإسلام الحنيف وثقافتنا العربية وقيمنا الإنسانية المشتركة، ندعو فيها إلى التعايش السلمي والاعتدال والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التي تواجه عالمنا. فالعالم اليوم يواجه تحديا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا وآثار الصحية والإنسانية والاقتصادية، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعا لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية. وقد قامت المملكة بوصف رئيس لمجموعة الدول العشرين بالتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة في شهر مارس الماضي على مستوى القادة والتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي. وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة. والمملكة مستمرة في دفع جهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة أثارها. كما أن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحدا في هذه الجهود عن على أساس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قامت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 دولار من المساعدات الإنسانية، واستفادت منها 81 دولة. حضور الكرام، إن بلادي وتأسيس هذه المنظمة كانت من طلعة الدول الساعية لتحقيق الأمن والسلام الدوليين، وعملت دوما ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات ومحاولة تجنبها ودعم الأمن والاستقرار والنمو والازدهار. إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت ولا تزال من تحديات أمنية وسياسية كونها تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها. فقد عانت منطقتنا عقود طويلة من محاولة قوة التطرف والفوضى فرض سياستها وتوجهاتها لإعادة صياغة حاضر الدول المنطقة مستقبلها غير مكترثة استطلاع شعوبها من نمو وازدهار وسلام. واخترنا في المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي نطمح من خلالها أن يكون اقتصادنا رائدا ومجتمعنا متفاعلا مع محيطه، مساهما بفعالية
على نهضة البشرية وحضارتها. تنتج المملكة في محيط الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في محيطها، ودعم الحلول السياسية لنزاعات مكافحة التطرف بأشكاله وصورها كافة. الحضور الكرام، لقد مدت المملكة يديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي. ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم الأجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة أنشطة التوسعي وبناء شبكات إرهابية واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات وتراث الشعب الإيراني مشاريع وتوسعية ما ينتج عنها الفوضى والتطرف والطائفية. واستمرار لذلك والنهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة وانتهاك صارخ القوانين الدولية واعتداء على الأمن والسلام الدوليين بشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي أو من إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته لاستهداف المملكة بالصواريخ الباليستية يتجاوز عددها 300 صاروخ وأكثر من 40 طائرة بدون طيار في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 و 2231. ولقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الرضا لم توقف تهديداته الأمن والسلام الدوليين، ولابد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة الجزيرة من لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة تدفع الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب. إن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب ميليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية يعني من الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدر لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قيام تلك الميليشيات بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وعرقلت جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وعدم تجاوبها مع جهود التهدئة وآخرها إعلان تحالف في شهر أبريل الماضي لوقف النار من استجابة الدول المتحدة لفرصة تعديل جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث أنها لا تزال مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة. ونؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من هيمنة إيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق كما سنواصل دعم الجهود المبادرة الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل من قرار مجلس الأمن 22/16. الحضور الكرام، يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحديا رئيسيا يواجه العالم بأسره، وقد نجحنا من خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة تنظيمات متطرفة، ما في ذلك
دحر سيطرة تنظيم داعش على الأراضي في العراق وسوريا من خلال جهود التحالف الدولي، كما نجحت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن في توجيه ضربات مهمة لتنظيم القاعدة وداعش في اليمن. إن تحقيق النجاح في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل. يتناول مكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرف، قد قامت المملكة بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم جهود مشتركة في مواجهة هذا التحدي. هي دعمت المملكة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، وأنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. إننا في المملكة انطلاقا موقعنا في العالم الإسلامي نطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية تتمثل في حماية خلقيتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة. فالدين الإسلامي يجعل جريمة قتل النفس بشرية واحدة مساوية لجريمة قتل الناس جميعا، وبلا شك براء من كل الجرائم النكراء التي ارتكبتها باسم قوى الإرهاب والتطرف. إن التنظيمات الإرهابية المتطرفة تجد بين خصبة للظهور والانتشار في الدول التي تشهد انقسامات طائفية وضعفا أو انهيارا في مؤسسات الدول. وعلينا أن أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب، أن لا نتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عبر الأوطان، وهي إيديولوجيات تسعى في كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الفوضوية وتدميرية بشعارات سياسية زائفة. حضور الكرام، إن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، وواجبنا لنا الدخر جهدا للعمل معا نحو تحقيق مستقبل مشرق ويسود للسلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية لدفع عملية السلام. وقد طرحت المملكة مبادرات السلام منذ 1981، تضمنت مبادرة السلام العربية في مركزات حل شامل وعادل الصراع العربي الإسرائيلي. ويكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في مقدمتها قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذل الإدارة الأمريكية الحالية من جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على إدارة والمفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل وشامل. وإن نتابع بقلق التطورات في ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والوقوف صفا واحدا للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها. فإننا ندين تدخلات الأجنبية في ليبيا، كما نؤيد الحل السلمي في سوريا وخروج ميليشيات مرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري، كما أننا نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب انفجار في مرفأ بيروت. ويأتي هذا تيتا من حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح مع مادة إلى تطهير مؤسسات الدولة الدستورية، وأن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب التجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح.
سيد الرئيس على الكرام إن ندعو من هذا المنبر في تكثيف الجهد والعمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية في مجال التغيير المناخي ومكافحة الفقر وجمع المنظمة وانتشار الأوبئة. ولذلك من التحديات تستدعي تعزيز تعاوننا جميعا لنعمل نحو مستقبل مشرق تعيش فيه الأجيال القادمة بأمن واستقرار وسلام. شكرا سيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.